طيب النهارده انا هعمل ايه؟ بص بقى، هعمل النهارده رز حلو قوي قوي، مختلف تماما عن انواع الرز اللي احنا بنعملها، هو ريزوتو. بس طبعا انا مش هروح اشتري كيس رز ريزوتو، ليه؟ انا عندي الرز المصري هعمله بيه. طيب الريزوتو النهارده هعمله ايه؟ هعمله بالمشروم. وعايزه اقول لكم ان ده من احلى اطعمه الرز اللي ممكن تجربوها، جديده عليكم، هيعجبكم جدا جدا جدا. طيب هعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم. هجيب كوبايه ونص رز مصري عادي جدا، هحط عليهم ايه؟ بصلايه مفرومه، فصوص ثوم، مشروم فريش مقطعاه جوليان، وزعتر فريش، وملح وفلفل اسود، وزبده او زيت زي ما انت عايزه. تاني نقول المقادير. عندي هنا ايه؟ كوبايه ونص رز مصري، هحط عليهم مرقه، المرقه هنا عندي 6 اكواب مرقه خضار، وطبعا ممكن اقلل حسب الرز بتاعي. الريزوتو يا جماعه بيبقى عارفين شبيه الرز اللي احنا بنقول عليه معجن، هو شبيهه ماشي. بصل مفروم 3 فصوص ثوم، ومشروم فريش جوليان مقطعاه كده جوليان، وزعتر فريش، وملح وفلفل اسود، والزبده. طبعا ممكن اشيل الزبده واحط زيت. طيب اول حاجه هنا هعملها، انا هجيب الحله بتاعتي اهي، وزي ما قلت لكم ممكن زيت او زبده، واروح حاطه فيها ايه؟ مكعبين. عايزه اقول لكم في ناس اول ما تقولوا لها ما شاء الله انت خسيتي تتخن، تحس ان هي انجزت فتاكل تاني، ترجع تاكل. انا مثلا من الناس اللي ايه، لو حد قال لي برافو خسيتي، الله الله اتبسط قوي، واحاول اثبت. طبعا الاكل مغرياته كتيره، بس الاول ايه، احاول كده ان انا لا انا ههدى شويه كده وهمشي على اللي كنت بعمله، يمكن اخس، يمكن اكمل. وعايزه اقول لكم على كذا حاجه عملتها صدقوني بدون اي مجهود، عشان في ناس كتير قوي بتبعت تسالني انت خسيتي ازاي. ربنا يكرمكم، الهي ربنا يكرمكم دنيا واخره اللي شايفيني خسيت. هقول لكم ازاي بعد ما ياخد تليفون الحاجه ناديه العزيزه. عامله ايه يا حبيبتي؟ الو الو يا حاجه ناديه، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشاني. وانتي يا حبيبتي اخبارك وصحتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله بخير، طول ما انا بشوفك بخير يا حبيبه قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا، عامله ايه انتي وكل حبايبك؟ الله يخليك يا حبيبتي، بخير الحمد لله، كل سنه وانتي طيبه. وحبيبتي وانتي طيبه، وتعودي لها بخير يا رب، ويخليكي لاولادك، وما تتحرميش من عيالك ولا من جوزك، ولا يتحرموا منك ابدا يا حبيبتي، ولا تحرم من دعواتكم اللي ماليه حياتي. بركه، ربنا يخليكم ليا. يديك الصحة والعافية ويحسن ما بين ايديك. بسلم على الاستاذ احمد والاستاذ ضياء والاستاذه رنا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ووصل كل اللي عاملين في القناه. اشوفكم كلكم بخير يا حبيبتي، وابقى مطمنه عليكم كده حبيبتي. ربنا يخليكي ووصل السلام. مصاحبه واجب، عامله ايه؟ ايه اخبارك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير، وببعت تحياتي لكل العاملين في القناه، وكل حبايبك اللي بيسالوا عليكي، ام شنوده وام اسلام والناس كلها اللي بيحبوك حبيبتي. ربنا انا بحبك قوي قوي، وبحب كل اللي بيحبوك حبيبتي، وانا بحبك من كل قلبي صدقيني يا حاجه ناديه، بعزك جدا جدا، وبحب اسمع صوتك على طول، ودعواتك بجد بتبقى سبب بركه ليا، بحب اسمعها. ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي، واللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه يا حبيبتي، ربنا يحبب فيك الناس كلها يا رب. الحمد لله، ربنا يخليكي ويسعدك يا رب، ويسعد لك عيالك. ربنا يخليكي يا حبيبتي بجد، ما تحرمش منك. ما عندكيش معايدات النهارده ولا اهداءات؟ لا شهر 3 بقى، كل يعني 3 من عيني في شهر 3، ما تحرمش منك ابدا. انا معايدتي ليكي ولكل اللي عاملين في القناه يا حبيبتي. ربنا يخليكي. قولي لي، نعم، انت ما بتحبيش المقليات والحاجات الحلوه صح؟ لا بحب المقليات، بس تحبيش الحاجات الحلوه يعني؟ قليل قوي عشان انا عندي السكر. حبيبتي الف سلامه عليكي. طب دي فرصه حلوه بقى اعرف ازاي بتظبطي نفسك، بتظبطي اكلك. باكل كميات قليله يعني، باكل مثلا مرات كتيره، مثلا 4 مرات 3، بس بكميات قليله. طيب هسالك سؤال تاني، بتبتدي بايه في اكلك؟ باكلي ببتدي بايه؟ بشرب الصبح كوبايه حلبه او كوبايه نعناع او كوبايه ينسون. الله. وبعدين اخد برشامه السكر. وبعدين ابتدي بقى اكل. طيب الغدا بقى، يعني الغدا حاجات بقى بتبقي عاملاها، اول حاجه بتحطي ايدك عليها ايه؟ الشوربه. الشوربه
على فكرة ايوه في ناس كتير اول حاجة تحط ايديها عليها الشوربة. وبعدين بتنزل الدهون تبقى سخنة كده، والواحد حتى لو عنده دور برد تسلك دوره. صح، وبتدفي وبتملى معدتنا، وتدفي معدتنا اللي فيها برد وبتملى معدتنا كمان. ما انت بتشربي شوربة مية، بتاخد حيز من المعدة. صح، برافو والله يا حاجة نادية. صح، وبعدين طبق السلطة عندك بالنسبة لك ايه؟ اساسي يعني ولا غير اساسي؟ طبق السلطه ساعات المخلل، بدنجان مخلل مثلا، خيار بعمله في البيت جميل قوي، ما ببقاش حادق بقى. ايوه خليه دلع. احنا بقى كده متفقين مع بعض، طبق المخلل. بس عايزه اقول لك على حاجه، على فكره انا عندي 63 سنه حبيبتي، ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. بس عايزه اقول لك على حاجه بقى، عشان لما اقول لك ان انت بنتي تبقي تصدقي ان انت بنتي. انا بنتي اصلا ما عندها 43 سنه يا حبيبتي، ده شرف كبير ليا، ربنا يخليها لك ويخليكي لينا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، حرمش منك ابدا يا حاجه ناديه، ربنا يبارك في عمرك ولا يحرمنيش منكم كلكم حبيبتي، وتفضلي كده منوره بيتنا وانت دايما كده سامعين صوتك بكل خير. ربنا يخليك مع يا حبيبتي، مع الف سلامه. اتفضلي مع الف سلامه يا حبيبتي. ايه الناس الجميله دي، انتوا بجد سبب، مش سبب، انتوا شيء اساسي والله في نجاح البرنامج ده في المكان ده، وانتوا بركه كبيره قوي 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 في حياتي. ربنا يديمكم دايما نعمه في حياتي. انا يا جماعه وانا بتفرج على الحلقه بعد ما بخلص بحب اتفرج على نفسي، طبعا انا اكبر ناقد ليا لنفسي، ودايما مش عاجبني ونفسي وكانش المفروض ارد الرد ده، وما كانش المفروض اعمل هنا كده، ولا دي المفروض دي كانت دي تسبق دي. بس عايزه اقول لكم، لو ما فضلتش ناقده لنفسي هفضل عند مكان واحد. اكتر حاجه بقى بترفع يعني نفسيتي كده وبتخليني طايره في السما، هو ايه؟ هو الدعوات دي، الكلام ده. وصدقوني احسن حاجه ان هي محبه خالصه، من غير رياء، من غير مصلحه، من غير اي حاجه. انا بحبكم من كل قلبي، من كل قلبي، وربنا يعلم. وبتهيألي انا لما بشوفكم انا اللي ببقى طايره بيكم اكتر من انتوا بتبقوا فرحانين، ده بجد. فربنا يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب دايما اكون عن حسن ظنكم. بصوا بقى هنا، انا بعد ما عملت، بصوا المشروم عندي هدي تماما تماما، هنا بقى تيجي خطوه الزعتر الخطير. انا حطيت هنا زبده، لازم زبده يا فيفا، الناس اللي صايمه، الناس اللي بتاكل اكل نباتي ما فيهوش اي دهون، ما فيهوش اي حاجه، لا طبعا مش لازم زبده، ممكن نقطه زيت او معلقه زيت، زيت زيتون، وزيت الزيتون زي ما قلت لكم حاجه صحيه جدا. طبعا الزبده كمان حاجه صحيه، ولكن لو انتوا صايمين او بتتبعوا نظام غذائي خالي من الالبان او منتجات الالبان، فبرضو هنستخدم زيت زيتون. يا ام طه، الو، ازيك يا حبيبه قلبي؟ الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبه وسلامه سليم، ايه الاخبار؟ طمنينا عليه. كويس الحمد لله، والله بخير، احمد ربنا الحمد لله. ربنا يخليه لك يا رب، ويخلي لك يا حبيبتي، ويبارك لك في اولادك يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي وتفرحي بيه هو واولاده، هو واخواته. ولاده مين؟ وولاده طبعا، وتبقي جده جميله. لسه بدري. لا ما هو انا ما هو انا غلطت، فبقول لك وان شاء الله برضو تبقي جده جميله. حرمت منك يا حبيبه قلبي. ربنا يطمنا عليكي. الله يخليكي. قولي لي طمنيني عليكي، قولي لي. كويسه والله الحمد لله، طول ما انت بخير احنا بخير والله. حبيبتي الف الف سلام عليكم. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. انا بس عايزه اشكر شيرين وام طارق. اتفضلي. ما تحرمش منهم يعني بصراحه، من دعواتهم، وكان على طول يتصلوا بيا ويسال علي. وسمعت شيرين امبارح بس ما عرفتش ادخل مع. ولا يهمك، هي سامعاكي دلوقتي، وربنا يخليكم لبعض. بسلم على كل بيت العيله، كل حبايبك. حبيبتي يوصل يوصل، ودايما سامعين صوتك بكل خير، والف سلامه عليكي انتي وسليم، وربنا يخليه لك يا رب العمر كله. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي. احنا عايزاكي تعملي لنا الحليب المكثف. انا عملته قبل كده ونعمله. حاضر. ماشي، هو سهل جدا. حاضر نعمله. ماشي يا حبيبه قلبي، ما تحرمش. تأمريني يا حبيبتي، تأمريني. مع الف سلامه. بصوا بقى هنا انا عملت ايه.
عملت الزبده الاول، حطيت الزبده وزي ما قلت لكم ممكن نستبدلها بمعلقه زيت زيتون او معلقتين زيت زيتون، احنا مش هناكل الكميه دي لوحدينا. حطيت عليه بعد كده البصل وحطيت الثوم، حطيت المشروم دبل معايا خالص، حطيت الرز قلبته، حطيت الزعتر، ملح وفلفل اسود. دي بقى المرقه، انا هنا مرقه خضروات. مرقه خضروات يعني ايه؟ يعني مكعبين مرقه خضروات حطيت عليهم ميه وغليتهم لحد ما ادوني المرقه بس كده. اه عايزه اوريكم لونها عامله ازاي. اهي مرقه خضروات اللي انا بقول لكم كتير انا بحبها وبعتمد عليها بشكل كبير قوي قوي في وصفاتي، دي مرقه الخضروات. خلاص بقى عندي الريزوتو جاهز. طبعا زي ما قلت لكم يتعمل برز مصر عادي جدا، وزي ما قلت لكم الريزوتو هو شويه الرز اللي احنا بنقول عليه ان هو معجن.